السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد، ويلا بينا يا شباب ثانيه ثانوي نكمل ليسون 2 شابتر 1، ونشوف ليسون 2 شابتر 1 كانت بتقول ايه وهنتكلم فيها عن ايه ان شاء الله النهارده. شباب ليسون 2 شابتر 1 اسمها اتوميك ايميشن سبيكترم او اتوميك ايميشن سبيكترا. طيب مستر، واحده واحده عشان احنا متعودين نفهم كل كلمه عندنا معناها ايه. ايه المقصود بدايه كده يا مستر بمعنى كلمه ايميشن سبيكترا؟ لو ركزنا كده يا شباب، الاول ناخد ديفينيشن او ناخد معنى كلمه ايميشن سبيكترا مقصود بيها ايه. ايميشن سبيكترا يا شباب عباره عن راديشن. حلو، عباره عن راديشن، اشعاع. ذات emit on heating اتومز. نعمل ايه بقى ابراهيم اللي فعلا ما يتغيرهاش؟ تمام، اون هيتنج اتومز اوف بيور اليمنتس. تمام، اتوم اوف بيور اليمنت تو هاي تمبريتشر اور اكسبوزنج ذيس اتوم تو لو بريشر ان ديسشارجد الكتريك تيوب او الكتريك ديسشارجد تيوب. لا، واحده واحده كده يا مستر محمد عشان نفهم المقصود بكلمه ايميشن سبيكترا. نقول تاني يا شباب، ايميشن سبيكترا مقصود بيها راديشن ذات ايميت اون هيتنج اتومز اوف بيور ايرمنت بشرط يكونوا ان جازيوس اور فيبور ستيت. تمام، زي ايه كده يا مستر محمد؟ زي الهيدروجين جاز كده يا شباب. مش الهيدروجين جاز ده مبدئيا كان اليمنت؟ مظبوط يا مستر محمد، اليمنت مولكيول، لان الهيدروجين جاز بيتكون من تو سيميلر اتومز. طب يا مستر كلام جميل قوي، لو انا يا شباب خدت الاتومز اوف هيدروجين جاز، جبت هيدروجين جاز في انبوبه وسخنته، ايه اللي هيحصل؟ او جبت الهيدروجين جاز وعرضته لضغط قليل جوه الالكتريك تشارج تيوب، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ ساعتها يا مستر محمد هيطلع حاجه اسمها اتوميك ايميشن سبيكترا. طب كلام جميل قوي 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 قوي. ينفع افهم الاتوميك ايميشن سبيكترا دي مقصود بيها ايه؟ او اشوف بقى شكلها عباره عن ايه؟ انا كده فهمت ان الايميشن سبيكترا عباره عن راديشن، عباره عن اشعاع. ذات emit on heating atoms of pure element in gaseous or vapor state. تمام؟ لما اعمل heating او اعمل increasing للتمبريتشر للاتومز اوف جاز، او اعمل low pressure of the gas in electric discharge tube. طب تمام، تيجي بقى نشوف ازاي نحصل على emission spectra، او ازاي نعمل ونطلع الاتوميك emission spectra ونشوفه بعينينا. يلا بينا. لو رجعنا كده شباب للجزء اللي احنا بنتكلم عليه، او لما نرجع للعالم نمبر 7 اللي اتكلمنا عن الاتوم، كان اسمه بور، وهو اول واحد يا شباب بالمناسبه اتكلم، او اول واحد كان له دور ان هو يتكلم عن مقصود بمعنى كلمه اتوميك ايميشن سبيكترا. حلو، وعمل ايه بقى مستر محمد عشان يتم تجربته؟ تعالى اوريك عمل ايه، نحاول نشوف ليها كده صوره يا شباب بسيطه تفهمنا اكتر. حلو، بور عمل ايه يا مستر محمد واحده واحده عشان يحصل على الاتوميك ايميشن سبيكترا اللي بنتكلم عليه؟ بصوا يا شباب، بور اولا زي ما قلت لك جاب جاز، او جاب اتومز اوف اليمنت. اتومز اوف ايه يا شباب؟ اتومز اوف اليمنت ان جازيس اور فيبور ستيت، في حاله غازيه او في حاله بخاريه، يعني بخار في شكل فيبور او في شكل جاز. تمام، يبقى كده هيدروجين جاز يكون اكزامبل قوي جدا استخدمه عندي جوه التيوب بتاعتي، او هو الجاز اللي هعرضه لهاي تمبريتشر. تمام، حاجه سهله وبسيطه. خلاص، يبقى كده بور جاب هنا في الالكتريك ديسشارج تيوب، او جاب الهيدروجين جاز وعرضه لهاي تمبريتشر. يبقى كده فعلا بور ماشي على المقصود بكلمه ايميشن سبيكترا. تمام، اللي هو بيطلع امتى؟ قال لي اون هيتنج، اون هيتنج
atoms of pure elements. تمام. الهيدروجين جاز خد بالك ده pure element أو الهيدروجين جاز ده element لأنه بيتكون من two atoms similar. two atoms شبه بعضهم. حلو. وعمل إيه بقى أستاذ بور؟ عرض الهيدروجين جاز والatoms of hydrogen gas يا إما لhigh temperature يا إما عرضهم للو بريشر جوه الالكتريك تشارج تيوب بتاعه صاحبنا تومسون. بالظبط كده. ايه اللي حصل بقى مستر محمد؟ اللي حصل شباب بمنتهى السهوله ان باي هيتنج الاتومز اوف هيدروجين جاز او تعرضها لو بريشر ان الالكتريك تشارج تيوب بدا التيوب يا شباب تطلع ريز او تطلع راديشن تطلع اشعاع وليه لون. تمام. واحده واحده يا مستر محمد. الكلام ده مبدئيا صح ولا غلط؟ الكلام ده صح وكنا احنا شفناه قبل كده يا شباب مع العالم تومسون. ازاي؟ مش تومسون يا شباب لما كان حط الجاز بتاعه جوه الديسشارج تيوب وعرضه لو بريشر وعرضه لهاي بوتنشال ديفرنس اللي حصل؟ كان الجاز ده بيمر فيه الكترونز. بالظبط كده. بيمر فيه الكترونز والالكترونز لما كانت بتخبط في الوول اوف ديسشارج تيوب لما كانت بتخبط في جدار الانبوبه كانت بتعمل ايه؟ بتعمل جلوينج، بتعمل فلوريسنت جلوينج او بتعمل ايه؟ زي ما قلنا بتعمل زي ومضات ضوء. تمام. وده فعلا اللي حصل هنا. مجرد ما الهيدروجين جاز سخن او عرضناه للشروط بتاعت الكاثود ري نفس الكلام لو بريشر وعملنا انكريز للبوتنشال ديفرنس جوه الكتريك تشارج تيوب بدا يطلع من هنا راديشن. بور جمع الراديشن بمنتهى السهوله على حاجه اسمها سلت. تمام. يبقى بور جمع الراديشن دي على حاجه اسمها سلت بحيث يكونوا مش عشوائيين او مش طالعين في ديفرنت دايركشن، لا ماشيين في اتجاه واحد. والراديشن عدت على حاجه اسمها سبكتروسكوب او جلاس بريزم. الجلاس بريزم مستر محمد انا كنت سمعت عنه في الفيزيكس السنه دي كنا خدناه بتهيألي واحنا في اعدادي. بيعمل ايه الجلاس بريزم يا مستر محمد؟ الجلاس بريزم يا شباب في ناس حافظه وظيفته بس انا عايز افهمها لك. الجلاس بريزم المفروض ان هو بيعمل سيباريشن للوايت لايت انتو its main component. يعني ايه؟ يعني بيفصل الضوء الابيض بتاعنا، الضوء الابيض اللي قدامنا شغال عندنا ده بيفصله ايه؟ بيفصله مكوناته الاساسيه. وده فايده البريزم يا شباب او ده فايده السبكتروسكوب الهين واحد يا شباب بالمناسبه. السبكتروسكوب او الجلاس بريزم بيقدر يعمل سيباريشن، يقدر يعمل ايه يا شباب؟ سيباريشن لللايت اللي داخل فيه ويحلله للحاجات اللي بتكونه او لللايت اللي بيكون لي اللايت الاساسي اللي داخل. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي الجلاس بريزم يا شباب داخله راديشن، داخله نوع معين من انواع الاشعاع بس ليه ضوء مرئي او يتشاف بالعين يعني. يوم الجلاس بريزم يعمل ايه؟ يعمل سيباريت لللايت اللي داخل عليه ويقوم محلله ويشوف هو بيتكون من ايه؟ وده اللي حصل بالفعل يا شباب. مجرد ما السليت طلع منه الراديشن عدى على الجلاس بريزم او السبكتروسكوب. السبكتروسكوب او الجلاس بريزم ما استناش وما كدبش خبر، ساعتها على طول عمل سيباريت لللايت اللي دخل فيه لمكوناته الاساسيه. طب ايه مكوناته الاساسيه يا مستر محمد؟ او هو قدر يعمل حاجه زي كده ازاي؟ بمنتهى السهوله يا شباب راح على طول بور جاب هنا حاجه اسمها فوتوغرافيك فيلم اللي باللون الاسود دي يا شباب. دي اسمها فوتوغرافيك فيلم. طيب يا مستر محمد لازمتها ايه الفوتوغرافيك فيلم؟ الفوتوغرافيك فيلم يا شباب هي مبدئيا عباره عن دارك ارياز. تمام؟ هي منطقه غامقه او منطقه قاتمه. ليه؟ بحيث لما اللايت يقع عليها او لما السبكترال لاين الخطوط الضوئيه الملونه تقع عليها اقدر اشوفها واميزها بعيني كويس. تمام كده لغايه دلوقتي؟ كده كلام جميل قوي يا مستر محمد. يبقى كده بمنتهى السهوله بور راح جاب الفوتوغرافيك فيلم على طول يا شباب اللي عباره عن دارك اريا. تمام. ومجرد ما اللايت ري وقع عليها او مجرد ما الجلاس بريزم عمل سيباريت لللايت اللي دخل فيه طلع منه ليميتد سبكترال لاين. تمام. ليميتد سبكترال لاين ريستريكتد بتوين ذيم دارك اريا، يعني خطوط ملونه يتخللها او في بينها مناطق دارك زي ما انت شايف كده دارك ارياز وموجود معاها سبريكتد او ريستريكتد سبكترال لاين خطوط ضوئيه محدده وليها لون معين. ده كلام صعب يا شباب لغايه دلوقتي؟ ده كلام جميل قوي. وبالمناسبه بور لما سالناه قال لنا على فكره الاتوميك ايميشن سبكترا عباره عن كاركترستيك بروبرتي لكل اليمنت موجود عندنا في الطبيعه. قلت له لا واحده واحده انا بقى بدات اتوه منها خالص قوي.
انت قلت لي ان الاتوميك ايميشن سبيكترا كاركترستيك بروبرتس لكل اليمنت خلقه ربنا. حلو، ما اعترضناش، وكلام جميل. ليه؟ قال لي لان كل اليمنت ليه اتوميك نمبر او ليه نمبر اوف بروتونز وبيساوي نمبر اوف الكترونز معين، ما بيختلفش الا باختلاف الاتوم، من اتوم لاتوم ثاني يختلف النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف الكترونز. قلت له والله يا بور الكلام لغايه دلوقتي جميل جدا، بس سؤال بقى معلش، ايه علاقه كل الكلام ده كله بالهدف بتاعنا اصلا في ليسون 2 او الهدف بتاعنا في شابتر 1؟ ايه علاقه ده بان اعرف تركيب الاتوم عباره عن ايه؟ قال لي ما هو الكلام ده اللي هيوصلني على طول تركيب الاتوم. اسحب معايا بسرعه، فوق معاك، يلا يكلمك من نكليه ومن نكليها عشان نشوف الكلام بيقول ايه. طب يا مستر محمد، اما سالنا بور ايه علاقه الكلام ده يا عم الحاج باللي انت قلته اصلا، او ايه علاقه الكلام ده بالسؤال بتاعنا؟ السؤال بتاعنا احنا اصلا في الاول خالص بنسالك يعني ايه ماتر وبتتكون من ايه ويعني ايه اتوم لو تعرف حاجه اسمها اتوم. قال الكلام اللي انا لسه قايله لك ده هو اللي هيفسر لنا بشكل كبير جدا يعني ايه اتوم. قلت له يا راجل بجد؟ قال لي اه والله. طب ما تيجي بقى نفهم ونشرح احنا الكلام اللي بور عايز يفهمه لنا. يلا بينا، يلا بينا. في البدايه يا شباب بور كان في نقط متفق فيها مع العالم اللي قبليه راذرفورد، تمام؟ ايه هي النقط دي؟ وهنتكلم عليها دلوقتي، بس قبل ما نشرح كام جزئيه كده هتفهمني الكلام بتاع بور مقصود بايه. هو مبدئيا يا شباب بور جاب ايه في الالكتريك ديسشارج تيوب؟ برافو، جاب هيدروجين جاز. والهيدروجين جاز يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن تو هيدروجين اتومز، تمام؟ اتش واتش. والاتش الواحده يا شباب الاتوميك نمبر بتاعها 1. طب حلو، لو انا جيت عملت الكترونيك كونفيجريشن للهيدروجين بالطريقه القديمه بتاعت زمان، هو بمنتهى السهوله راسم كده هنا النيوكليوس جواها بوزيتيف تشارج 1. كلام جميل. وبعدها اقوم راسم اول انرجي ليفل اللي هو اسمه كي، وده ما فيهوش غير الكترون واحد، تمام؟ اهو كلام جميل. اسال بقى سؤال، الاتوم اوف هيدروجين دي مش اتعرضت لهيتنج او اتعرضت لنفس الظروف بتاعت الالكتريك تشارج تيوب والظروف الحصول على الكاثود راي؟ اه يا مستر. كلام جميل. يعني يا مستر محمد ايه اللي يحصل؟ قال لي يعني يا مستر محمد بمنتهى الهدوء الاتوم دي هتعمل جين لانرجي، الاتوم دي هتكتسب انرجي بمنتهى السهوله. انا دلوقتي مسخن الانبوبه دي او عرضتها للظروف بتاعت الكاثود راي، يعني بديها طاقه حراريه، بديها هيت انرجي، يعني كده الاتومز دي بتاعت الهيدروجين هتعمل جين لهيت انرجي، يعني هتكتسب طاقه. طب حلو، مجرد ما الاتوم تعمل جين لانرجي ايه اللي يحصل يا شباب؟ قال لي تلقائي يا مستر محمد الالكترونز اللي جوه ده هو اللي هيعمل جين للانرجي. وخد بالك بقى مش هنقعد نقول كل شويه جين انرجي جين انرجي، لا هنبدلها بكلمه لطيفه اسمها كوانتم. حلو، والالكترون ده يجين كوانتم. يجين ايه يا شباب؟ كوانتم. مجرد ما الالكترون ياخد طاقه، خد بالك انت عندك معلومه من زمان معروفه ان كل الكترون ليه انرجي، عنده انرجي بتساوي الانرجي بتاعت الليفل اللي بيدور فيه. بمعنى ايه؟ اه دلوقتي نزلت الصبح النادي يوم الاجازه وبجري حوالين التراك، بس انا لسه بادئ اليوم، لسه بسخن، ما عنديش طاقه كافيه، فبالتالي هجري في اول تراك اللي على قد الطاقه بتاعتي، زي الالكترون ده. طب مجرد ما اقعد شويه واسخن واكل اي حاجه تديني باور، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هيكون عندي انرجي اكبر تتناسب مع تراك اكبر اقدر اجري فيه. يبقى ساعتها الالكترون ده مجرد ما يعمل جين لكوانتم، ايه اللي هيحصل له؟ هيتنقل تلقائي لهاي انرجي ليفل، تو هاير انرجي ليفل بالمنظر اللي انت شايفه ده يا شباب. حلو، كلام جميل قوي. بس المثل بيقول لك من خرج من داره اتقل مقداره. حلو، الله ينور عليك يا ابراهيم، تنين يا ابني والله. الالكترون ده خرج من داره يتقل مقداره، تمام؟ والطاقه اللي هو عمل لها جين الكوانتم اللي هو اكتسبها سرعان ما هيعمل لها لوز عشان يرجع لمكانه تاني. طب حلو، انت حضرتك قلت يا مستر هيعمل لوز للكوانتم اللي هو اكتسبها. كلام جميل، هيعمل لوز للكوانتم اللي هو اكتسبها يا شباب، هيفقد الطاقه اللي هو اكتسبها في صوره ايه؟ في صوره سبيكترال لاين اللي احنا شفناها. بالتالي على حسب عدد الالكترونز عندي اللي جوه الاتوم وعلى حسب انتقالاتهم من الجراوند ستيت او الجراوند انرجي ليفل تو هاير انرجي ليفل، على حسب
الطاقة اللي هيعمل لها لوز وعلى حسب بالتالي السبيكترال لاين اللي هيطلع. لذلك بور قال ان الاتوميك اميشن سبيكترا كاركترستيك بروبرتس خاصية مميزة لكل element، لاختلاف الاتوميك نمبر من element لelement تاني. تمام كده يا شباب، يا رب تكون المعلومة هنا وصلت كويس جدا. الرسمة دي يا شباب مهمة جدا 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 بالنسبة لنا، هنسيبها وهنرجع لها كمان شوية. تمام، بس احنا كده فهمنا بعض الكلام اللي هيقدر يخلينا فاهمين الكلام اللي بور هيقوله دلوقتي عن الاتوم عبارة عن ايه. يلا بينا بقى يا شباب بعد اللي احنا فهمناه نشوف سريعا بور هيقول ايه وايه الكلام اللي هيقوله منطبق فيه مع راذرفورد والكلام الجديد اللي هيقوله. اولا يا شباب هنتكلم عن points that agree with Rutherford's postulate، النقط اللي اتفق فيها بور مع راذرفورد عن عبارة عن ايه الاتوم دي. اول point بقول لك a positively charged nucleus exists in the center of the atom. الاثنين متفقين ان في center of the atom positively charged nucleus. كلام جميل. والاثنين متفقين راذرفورد وبور ان الاتوم is electrically neutral as number of negative electron equal to number of positive proton inside the nucleus. لو رجعنا بسرعة شباب للجزء اللي احنا نسرنه من شوية، اهو انا عندي مفيش غير نيجاتيف الكترون واحد وجوه النيوكليس مفيش غير بوزيتيف بوزيتيف بروتون واحد، يبقى بالتالي فعلا البوينت 2 صح ان الاتوم از الكتريكالي نيوترال. ليه؟ لان النمبر اوف نيجاتيف الكترونز ايكوال تو نمبر اوف بوزيتيف بروتون انسايد ذا نيوكليس. ثالث نقطه الاثنين متفقين فيها بور وراذرفورد، الكترونز ريفولف اراوند ذا نيوكليس، الالكترونز فعلا بتدور حوالين النيوكليس ان اوربتس في مدارات due to حيل. والكلام اللي كنا قلناه في راذرفورد ومتفقين عليه الاثنين راذرفورد وبور ان الالكترونز بيريفولف اراوند ذا نيوكليس ان اوربتس due to center usual force and attraction force. نرجع بسرعه شويه قبل الجزئيه اللي احنا لسه قايلينها من شويه. ابراهيم انت عملت ايه في الدبانه؟ رحلتها عليا ولا ايه؟ يا جدع في ايه؟ انا عايز اديها خبطه كده ابراهيم بس الشاشه انا اسف كسرت الشاشه انا اسف. المهم احنا وصلنا لغايه فين؟ اه حلو. يا لهوي عليا وعلى سنيني الصبح. الالكترون ده يا شباب اه والله يا ده ابراهيم مش عارف اللي هو لا اله الا الله ما تقش الدبان يا اسطى. ما علينا ما علينا. عارف فيلم بلبل حيران؟ ايه كاتب على الافلام يا جدعان؟ انا عايز ابطل العاده دي. ما علينا. الالكترون يا شباب، الالكترون يا ابراهيم مش ده اللي انت بتشارج بارتكل؟ مش ده بارتكل نيجاتيف تشارج؟ حلو، الكتريكالي نيوترال، الاتوم كلها جواها الكترون نيجاتيف والنيوكليس جواها بوزيتيف بروتون. حلو، الالكترون ده شباب اللي هو نيجاتيف تشارج بارتكل مش ده بيدور حوالين النيوكليس بسرعه كبيره جدا؟ اه، عامل زي سعادتك وانت راكب السلسله وبتدور بسرعه كبيره، ايه اللي يحصل؟ مستر بمنتهى السهوله وانا راكب السلسله مجرد ما سرعه السلسله بتكبر شويه عن الثانيه عن الثالثه ببدا ابعد عن السنتر بتاع اللعبه. حلو، نتيجه القوه اسمها سنتر فيوجوال فورس، دي بتيجي نتيجه دورانك في سيركلر باث، دورانك انت في مسار دائري. ايه اللي بيحصل؟ دوراني في مسار دائري بسرعه كبيره بيتولد عنها قوه اسمها سنتر فيوجوال فورس او قوه طرد مركزيه. مالها يا مستر محمد سنتر فيوجوال فورس دي؟ قال لي اتجاهها عكس الاتجاه للسنتر، يعني الالكترون المفروض ان هو بيطلع بره نتيجه لسرعه دورانه حوالين النيوكليس. بس زي ما في فورس بتطرد الالكترون لبره، في برضه اتراكشن فورس بين النيجاتيف الكترون وبين البوزيتيف بروتون. حلو، والقوتين دول يا شباب قد بعض في الماجنتيود، قد بعض كقيمه، ولكن اتجاهاتهم مختلفه يبقى يلاشوا بعض ويظل الالكترون يدور في الاوربتس بتاعته بشكل ثابت. وده يا شباب البوستيوليت نمبر 3، ان الالكترونز ريفولف اراوند ذا نيوكليس ان اوربتس ديو تو اول حاجه سنتر فيوجوال فورس اند الاتراكشن فورس بتوين بوزيتيف نيوكليس اند نيجاتيف الكترون، والقوتين ار ايكويفالنت. تمام يا شباب، دول كده اول 3 بوستيوليت متفق فيهم بور مع صاحبنا راذرفورد. يلا نخش على الجديد بقى بسرعه، الجديد جميل قوي بس حلو هينظم الكلام ويرتب لنا الكلام اللي احنا شارحينه من شويه. البوستيوليت الرابع يا شباب، وده من اول البوستيوليتس الجديده، من اول الفروض الجديده الخاصه ببور عن الاتوم. قال لنا في البوستيوليت الرابع ان الالكترونز اوربت ذا نيوكليس. تمام، الالكترونز بتدور حول النيوكليس ان رابيد موفمنت
في حركة سريعة without gaining or losing energy. حلو، يعني الإلكترونز بيدور حوالين النيوكليوس بسرعة كبيرة من غير ما يكتسب energy ومن غير ما يعمل loss لenergy. وتحيا تبقى الأتوم اسمها إيه يا مستر محمد؟ اسمها stable atom. تمام، حلو، ده البوستيريت نمبر 4، مفهوم والكلام فيه جامد جدا جدا. نخش على بعضه. لو خدت بالك كل بوستيريت اللي بعده مبني عليه، يعني انا هنا بقى اتكلم عن الالكترون، ابدا بقى ازود كلام عن الالكترون في نمبر 5، ويقول ان الالكترونز orbit the nucleus only in a definite allowed energy levels. الالكترونز بتدور حول النيوكليوس في energy level محددين. بصوا الحته اللي جايه دي حلوه قوي. So they can't be found at intermediate distance. يعني الالكترون مستحيل ان هو ما يقدرش يتواجد في المنطقه اللي بين الانرجي ليفلز. حلو، اذا ما لما طلع من الانرجي ليفل راح لهاير انرجي ليفل، لما عمل جين الكوانتم عملها ازاي؟ قال لك عملها لما عمل complete jumping، زي ما بور قال where electrons can transfer from energy level to another via complete jumping، وسمى المنطقة اللي بين الـ energy levels باسم forbidden areas أو forbidden regions. نرجع لها بسرعة كده يا شباب ونشوفها تاني. قصدي شباب المنطقة دي كده، المنطقة دي يا شباب بالنسبة لبور منطقة محرمة مستحيل للإلكترون يتواجد فيها، سماها باسم forbidden regions أو forbidden areas، ما ينفعش الإلكترونز يتواجد فيها. آخره إن هو يعمل إيه؟ يعمل complete jumping عشان يطلع من energy level لإنرجي ليفل أعلى. ده الكلام اللي إحنا قلناه في البوستيوليت نمبر 5. نخش على البوستيوليت نمبر 6، تمام، هتفيدني برضو وتكمل لي على 5، ويقول لي إن كل إلكترون in the atom has definite amount of energy. كل الكترون بيدور حوالين النيوكليوس جوه الاتوم ليه طاقه محدده. حلو، معتمد على ايه بقى؟ قال لك depending on the distance between its energy level and the nucleus. يعني الطاقه يا مستر محمد بتاعت كل الكترون معتمد على ايه؟ قال لك طاقه كل الكترون معتمد على المسافه بين الانرجي ليفل وبين النيوكليوس، بين الانرجي ليفل يا شباب وبين النيوكليوس. ليه؟ قال لك لان لو انا بدور بعيد عن النيوكليوس ايه اللي يحصل لي؟ لو انا بدور بعيد عن النيوكليوس يبقى انا هكون محتاج طاقه اكبر عشان اقدر اخد الاوربت او الانرجي ليفل اللي هيكون دوراني فيه اكبر، فتكون الطاقه بتاعتي اعلى. فبالتالي الانرجي بتاعت كل الكترون depending on the distance between energy level and the nucleus. حلو، نرجع بسرعة ونشوف البوستيريت اللي بعده اسمه ايه. بنقول البوستيريت 7 يا شباب، it was found that the maximum number of energy levels in the heaviest atom is or in ground state is only 7. حلو قوي قوي قوي. عبارة عن ايه الكلام ده يا مستر محمد؟ قال لي بور ان انت عندك دي نيوكليوس بوزيتيفلي تشارجد موجود حوالين النيوكليوس، فاتقل اتوم خلقها ربنا بتحتوي على الكترونز موجود فيها هم 7 انرجي ليفل، كي ال ام ان او بي كيو. حلو، حلو جدا جدا جدا. وترتيب الانرجي ليفلز ده هو اللي بور حطهم، وقال ان الكي ده ترتيبه الاول، ووضع لي حاجه اسمها برينسيبال كوانتم نمبر. برينسيبال كوانتم ايه يا مستر محمد؟ برينسيبال كوانتم نمبر، وده الرقم اللي بيعبر لي عن الاوردر بتاع كل انرجي ليفل حول النيوكليوس. يعني البرينسيبال كوانتم نمبر ورمز له بالرمز ان، رمز له شباب بالرمز ان اهو ان. لو انا قلت شباب بلاش نصغر سيكا، لو انا قلت شباب ان equal 1 يبقى انا كده بتكلم عن الانرجي ليفل الاول اللي هو كي، وهكذا لو الان equal 2 ال ان equal 3 ام وهكذا يا شباب. يبقى كده it was found that the maximum number of energy levels in the heaviest atom in ground state is only 7 k l m n o p q. تمام، يا رب يكون الكلام واصل لغايه دلوقتي. نمبر 8 بيقول لي when atom
is excited by heating. لما اعمل excitation للاتوم, لما اعمل لها اثاره عن طريق ان اعمل اديها heating, ساعتها الاتوم هتعمل gain لكوانتم, وهو عرفني دي اسمها كوانتم. او اعرضها الالكتريك تشارج تيوب. حلو, قال لك الكترون ويل ترانسفير. الالكترون زي ما استاذ محمد ده رسمنا من شويه هيبدا ان هو يتنقل, يحصل له ترانسفير تو هاير انرجي ليفلز. الالكترونز يبدا يتحرك لانرجي ليفل اعلى. حلو, اجريد ويز ذا ابزوربد كوانتم. بمعنى الالكترونز ده عمل جين للكوانتم, دلوقتي الانرجي بتاعت الالكترون بقت بتساوي الانرجي بتاعت الليفل الرابع, يبقى تلقائي الالكترون اثنين للليفل الرابع. تمام, حلو قوي. وبعدها the excited electron in the higher energy level is then unstable, بقت الاتوم بتاعتي unstable. وبعدين so it returns to its original level او its ground energy level. بعد كده الالكترون ده هيرجع للجراوند انرجي ليفل زي مستر محمد. حلو قوي, عن طريق انه يعمل لوزنج للسيم كوانتم اوف انرجي, يعمل فقد للكوانتم اوف انرجي اللي هو اكتسبها which it gained during excitation. يعمل انرجي دي لوزنج في صوره ايه؟ قال لي مستر محمد in the form of radiation. وخد بالك بقى الراديشن ده ليه definite wavelength and frequency. ليه يا مستر محمد؟ قال لي علشان يطلع الخطوط الضوئيه الملونه اللي هتكون مختلفه في اتوم الهيدروجين عن اتوم زي الهيليوم عن اتوم زي الصوديوم وهكذا. تمام كده يا شباب, يا رب تكون الحته دي مهمه جدا جدا وتكون وصلت. خد بالك بقى انت عندك الالكترون ده بتاع الهيدروجين لما يرجع للانرجي ليفل الثاني, ساعتها الراديشن اللي هيكون طالع هيكون طالع في الفيزيبل سبيكترم. يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني لما الالكترون بتاع الهيدروجين اتومز يرجع للانرجي ليفل الثاني, الراديشن اللي هتكون طالعه, الراديشن اللي هتكون طالعه منين؟ اللي هيطلع من الاتوم هتكون في نطاق الاشعه المرئيه, والويف لينث بتاعها بيتراوح ما بين 410 نانومتر تو 656 نانومتر. وخد بالك بقى الحته دي مهمه جدا 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 جدا, عشان خاطر بنسال فيها كتير عن الالوان بتاعه السبيكترم اللي هتطلع من اتوم الهيدروجين, وهنشوفها دلوقتي يا شباب. يبقى انا كده فهمت الجزئيه دي كويس جدا جدا جدا. قال لي في نمبر 9 the acquired amount of energy, كميه الطاقه المتطلبه when an electron transfer from its ground state to the excited state, علشان خاطر الالكترونز بتاعك يتنقل من الحاله الطبيعيه للستيبل بتاعته ويبقى excited state, هي بتساوي الاماونت اوف انرجي which is released, هي بتساوي نفس كميه الطاقه المفقوده لما الالكترون يرجع تاني لداره, يرجع تاني لبيته, يرجع تاني للانرجي ليفل الاساسي او للجراوند انرجي ليفل يا شباب. تمام كده لغايه دلوقتي في السيريف نمبر 9, يا رب يكون شباب وصل واتفهم كويس جدا. حلو قوي. بنقول هنا a lot of atoms absorb different amount of energy. خلاص مش هبحكي كمان, خلص الجزئيه دي. بنقول ان انا عندي اتومز كتير بتابزورب كميات مختلفه من الطاقه. حلو. In the same time, في نفس الوقت, that a lot of excited atom release other quanta, بتقدر تفقد الاتومز دي نفس كميات الطاقه اللي اكتسبتها, وجمع كلمه كوانتم كوانتا. حلو. Producing spectral line, منتجه الخطوط الضوئيه الملونه اللي ليها ويف لينث معين وفريكوينسي معين, بالتالي الاتوم اوف هيدروجين لما تعمل لوز لكوانتا هتطلع الوان مختلفه عن اي اتوم تاني لما تعمل لوز لكوانتا. كمثال بسيط يا شباب, عندي هنا انا جايب لك اكزامبل الهيدروجين لما عملت اكزايتيشن للاتوم اوف هيدروجين طلعت السبكترال لاين دي, واما عملت اكزايتيشن للاتوم اوف هيليوم طلعت السبكترال لاين دي. يلا بينا يا شباب بسرعه نبص على السبكترال لاين اللي طلعت لما عملنا هيتنج للاتوم اوف هيدروجينز. لقينا يا شباب انها طلع عندي 4 سبكترال لاينز. ادي اول واحد يا شباب لونه ريد, والاخير
كان violet وما بينهم في green وفي blue. أنا قلت لك يا شباب إن أنت عندك مجرد ما الإلكترونز بيرجع من higher energy level في حالة الهيدروجين للإنرجي ليفل التاني زي ما أنت شايف بقى. أنا قلت لك إن الN ده اسمه principal quantum number اللي وضعه كان بور، والN equal 1 كده إحنا بنتكلم على energy level الأول اللي هو K، وده LMN. حلو. لما الإلكترونز شباب بيرجع من higher energy level للground state تحديدا في حاله الهيدروجين، لما بيرجع للانرجي ليفل الثاني بيطلع الراديشن ده في صوره السبيكترال لاين، بيكون في مجال او في مدى الفيزيبل سبيكترام، في مدى الاشعه او السبيكترام المرئي، الاشعه المرئيه يا شباب. ودي الويف لينث بتاعها زي ما قلت لك بيكون ليه ريشيو او بيكون ليه رينج من 410 نانومتر لغايه 656 نانومتر، بحيث بيكون ال 410 نانومتر ده الويف لينث الخاص بالفايلت كالر، لكن ال 656 نانومتر بيكون للريد كالر. ودي نركز فيها لان فيها اسئله كتير جدا على جزئيه السبيكترال لاين الخاصه بالهيدروجين جاز. تمام يا شباب، كده احنا يعتبر خلصنا كل الكلام المتعلق ببور وكلامه عن الاتوم. تعال بقى نشوف بور نجح في ايه ونشوف بور وقع في ايه. اول حاجه يا شباب، اول ميزه واول عيب في نفس الوقت، اول ادفانتج اوف بولز اتوميك موديل، عمل اكسبلين للهيدروجين اتوم سبيكترال لاين، فسر الهيدروجين اتوم سبيكترال لاين اللي طلعوا دول عباره عن ايه. تمام. تاني حاجه، هي انتروديوس ذا ايديا اوف كوانتم نمبر، بدا يدخل العلم فكره ومفهوم يعني ايه كوانتم نمبر، وحتى اول رقم او اول نوع من انواع الكوانتم نمبر وهو اسمه برينسيبال كوانتم نمبر، ده بعمل ليه ديتكت للاوردر اوف انرجي ليفل، وبالتالي الانرجي الخاصه بكل ليفل الالكترونز بتدور فيها. يبقى كده نمبر 2 من الادفانتج، رقم 2 من مميزات بور، هي انتروديوس ذا ايديا اوف كوانتم نمبر تو ديتكت ذا انرجي اوف الكترونز ان انرجي ليفل. ثالث ميزه شباب، هي بروفد ذات الكترونز ديورنج روتيشن، هو اثبت ان الالكترون خلال دورانه حوالين النيوكليوس ان جراوند ستيت ما بيعملش راديات لانرجي. امال امتى يعمل راديات للانرجي يا شباب؟ لما يعمل جين لكوانتم، فبالتالي يروح لهاير انرجي ليفل وبعدها يرجع للجراوند ستيت فيفقد الطاقه اللي هو اكتسبها دي يا شباب. تمام، حلو قوي، ومن غير ما يعمل اتراكت ويلزق في النيوكليوس. يلا بقى نخش على عيوب بور وهنشوف عيوبه دي وفي ناس هيردوا عليها يصححوها له. اول ديسادفانتج اوف بورز ثيوري، he failed to explain the spectrum of any other element even that of helium. يعني هو فشل ان هو يشرح السبيكترال لاين لاي اتوم تاني حتى الهيليوم. الهيليوم اللي هو عباره عن ايه يا مستر محمد؟ الهيليوم اللي هو عباره عن He2، حتى دي ما قدرش يفسرها. وفسر السمبلست الكترونيك سيستم، فسر ابسط نظام الكتروني لاي اتوم اللي هو الهيدروجين. ليه؟ الهيدروجين هو عباره عن نيوكليوس بيدور حواليها هو الكترون واحد بس، يبقى ده عباره عن سمبلست الكترونيك سيستم. يبقى دي اول غلطه وقع فيها بور وهي اول ميزه برضو شباب ليه. تاني حاجه، هي كونسيدر ذات ذا الكترون از ا نيجاتيف بارتكل، هو اعتبر شباب ان الالكترون ده نيجاتيف بارتكل بس، يعني اعتبر ان الالكترون ده شباب هو عباره عن جسم مادي ليه نيجاتيف تشارج. ايه ده يا مستر محمد، هو الالكترون مش جسم مادي؟ لا يا شباب، هو فعلا نيجاتيف بارتكل عادي جدا بس ليه ويف بروبرتس. يا مستر محمد ايه ليه ويف بروبرتس دي؟ ليه ويف بروبرتس شباب يعني الالكترون عنده خواص موجيه. ليه؟ ودي عرفناها منين؟ دي عرفناها لما الالكترون عمل لوز لكوانتم وطلع راديشن، طلع فوتونز ليها ويف لينث معين وليها فريكوينسي معين برضه. يبقى الالكترون ده هو نيجاتيف بارتكل عادي جدا بس ليه ويف بروبرتس. تمام. يبقى بعدها اند didn't consider that it also have wave properties، واهمل الويف بروبرتس للالكترون. نمبر 3 شباب، هي postulated that it's possible to determine ايه يا مستر محمد؟ دي بقى كارثه. هي postulated that it is possible to determine preciously both of a speed and location. غلطة فادحة لبور. ليه؟ قال أنا أقدر أحدد مكان وسرعة الإلكترون مع بعض في نفس ذات اللحظة،
ودي حاجه صعبه جدا 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 لحاجتين او لسببين. ان الالكترون سرعه دورانه حوالين النيوكليوس كبيره جدا، وفي نفس الوقت انتقاله من الانرجي ليفل بيتم بسرعه، فانت مش هتقدر تحدد سرعته وفي نفس الوقت مكانه في نفس اللحظه، ما تعرفش تعمل الاثنين في نفس المومنت، ده حاجه مستحيله وصعبه جدا، تمام؟ عمليا امبوسيبل، تمام؟ وهيجي حد كمان شويه يرد عليها. طب ليه يا مستر محمد ليه امبوسيبل؟ قالك بيكوز ذا ابيريتس يوزد ويل تشينج ايذر سبيد اور لوكيشن اوف الكترون سو ذا ريزلت وونت بي اكوريت. لان لو انا عندي جهاز بيقيس لي حاجه زي كده، مش هيقدر في نفس اللحظه يقيس السرعه ويقيس اللوكيشن في نفس الوقت او في نفس اللحظه. شباب يبقى دي كانت غلطه مهمه جدا وقع فيها بور. نمبر 4 يا شباب من ديس ادفانتج، العيب الرابع بتاع بور والاخير، بيقول لي يا شباب، بيقول لي هي ديسكرايب ذات ذا الكترون when moving in circular planar orbit which mean that the hydrogen atom is planar. غلطه فادحه جدا، وافهم معايا الحته دي عشان الحته دي حلوه جدا. بنقول ايه يا مستر محمد؟ بنقول ان هو لما شرحها ما شرحش غير الكترونيك سيستم واحد، هو بروتون وبيدور، هو الكترون لطيف ما فيش غيره اللي بيدور حوالين الايه، بيدور حوالين النيوكليوس. يعني ايه نيوكليوس؟ بيدور حوالين الالكترون كده او كده او كده، ايا كان في النهايه الالكترون اللي بيدور ده هو الكترون واحد بس بيدور حوالين النيوكليوس. يعني هو والنيوكليوس عاملين بلانر شيب، عاملين شكل مسطح، لان عندي نيوكليوس اهي والالكترون لما يدور حواليها كده او كده او كده، في النهايه هي عباره عن شكل واحد بس بلانر، عامل زي الورقه. طب هو الكلام ده يا مستر صح ولا غلط؟ انت اللي هتقول، مش احنا كل حاجه حوالينا على الارض، اي حاجه حوالينا بتتكون من اتومز. طب هو الحاجات اللي احنا عايشين فيها دي مش عباره عن 3 دي شيبد ليها شكل ثلاثي الابعاد؟ اه، لان الاتومز بتاعتها شباب ليها 3 دي شيبد، ودي الغلطه اللي اهملها بور، ان هو وصف ان الالكترون when moving in circular planar orbit which mean that the hydrogen atom is planar، بتعني ان الهيدروجين اتوم مسطحه. Later it was confirmed that the hydrogen atom has 3 dimension coordinates، ان الاتوم عادي جدا ليها 3 dimension، الاكس الواي والزد. تمام كده يا شباب، يبقى دي الغلطات اللي وقع فيها صاحبنا بور. مين بقى اللي جم صححوا له يا شباب الغلطات اللي وقع فيها دي؟ جم يا شباب ناس او جم مجموعه من العلماء، بس من الاخر دول التقايل، دول من اهم العلماء اللي موجودين عندنا في الفيزيكس والكيمستري، وحطوا يا شباب ثيوري سموها باسم مودرن اتوميك ثيوري. والمودرن اتوميك ثيوري يا شباب بتضم 3 ثيوريز، اللي هم اول واحده دول ناتشر اوف الكترون، ودي مهمه قوي قوي يا مستر محمد. ليه يا مستر محمد دول ناتشر اوف الكترون مهمه؟ عشان الدول ناتشر اوف الكترون هي دي اللي هتعتبر ان الالكترون از ماتيريال بارتكلز، حلو، لنيجاتيف تشارج which has wave properties، وما اهملتش الويف بروبرتس للالكترون زي ما بقول عمل. يبقى دي كده يا مستر محمد اول ثيوري موجوده في المودرن اتوميك ثيوري. طب الثيوري نمبر 2 ذا هايزنبرج انسرتينيتي برينسيبل. ايه يا مستر محمد هايزنبرج انسرتينيتي برينسيبل؟ هايزنبرج انسرتينيتي برينسيبل يا شباب بيقول ايه؟ معنى كلمه شباب انسرتينيتي برينسيبل يعني مبدا عدم تاكد، يعني معنى اصح الكلام اللي بقوله مش اكيد، احتمال، احتمال كلام يكون بيقوله صح واحتمال يكون غلط. وده الكلام اللي هايزنبرج علق بيه على بور لما قال ان اقدر احدد مكان وسرعه الالكترون السبيد واللوكيشن في نفس اللحظه. ودخل هايزنبرج قال الكلام ده احنا هنحطه في اللو اوف بروبابيلتي، هنحطه في لغه الاحتمالات او قانون الاحتمالات. يبقى بسرعه شباب، بور ثيوري بريسيوم ذات اتس بوسيبل، من السهل ان احنا نعمل ديترماين للبوز ذا لوكيشن اند فيلوسيتي اوف ذا الكترون بريشيسلي بدقه ات ذا سيم تايم but by applying the principle of quantum mechanics. لما طبقوا حاجه اسمها الكوانتم ميكانكس، وده الجزء اللي كان خاص بالمودرن اتوميك ثيوري، الكلام ده كان مستحيل علميا، practically impossible. بالتالي so to speak in terms of probability seem to be more precious. ان اقول الكلام ده في لغه الاحتمالات ده الكلام الادق والاشمل. يبقى كده هايزنبرج uncertainty principle بيقول لي determination of both the velocity and the position of an electron
at the same time is practically impossible. تحديد سرعة ومكان الإلكترون مع بعض مستحيل علميا. And this is subjected to the laws of probability. والكلام ده يندرج تحت قانون الاحتمالات. ده كده يا شباب الجزء الثاني من المودرن اتوميك ثيوري ذا هايزنبرج انسرتينتي برينسيبل. ثالث بقى يا شباب جزء في المودرن اتوميك ثيوري شارك فيها ناس ثقيله جدا 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 جدا. مبدئيا عباره عن ايه الجزء الثالث من المودرن اتوميك ثيوري؟ المودرن اتوميك ثيوري يا شباب نمبر 3 او الجزء الثالث منها اسمه ميكانيكال ويف ايكويشن. ايه مستر محمد الميكانيكال ويف ايكويشن؟ لا الميكانيكال ويف ايكويشن ده اللي فيها ناس ثقيله جدا. مبدئيا من الواضع الميكانيكال ويف ثيوري او الويف ميكانيكال ثيوري كان عالم اسمه شرودنجر، عالم نمساوي اسمه شرودنجر يا شباب اسم تاجر مخدرات، حاجه كده تقيله، وهو فعلا شباب شخص تقيل جدا. لان الميكانيكال ويف ثيوري او الويف ميكانيكال ثيوري اللي هو قدر يحطها، ومن بعدها لما قدر يحط ايكويجن سماها بالاسم ده برضو ميكانيكال ويف ايكويجن، استعان فيها بافكار ناس تقيله جدا جدا جدا، اولهم بلانك. تاني واحد اينشتاين ومعاهم دي براولي وهايزنبرج، وقدر ان هو عن طريق الويف ميكانيكال ثيوري يحط ايكويشن ويحلها. ايه ده؟ ليه؟ ايه لازمه الايكويشن اللي هو حطها وحلها؟ الايكويشن شباب اللي هو بيحلها عامله زي اي ايكويشن ماث. ليه؟ بينتج عنها ثوابت او بينتج عنها حاجات انون واحنا نقدر نحسبها. طب هو ينتج عن الايكويشن بتاعت استاذ شرودنجر، عشان نقول يا شباب المختصر المفيد. تمام؟ على فكره الويف او الايكويشن بتاعت شرودنجر لو حد فيكم حابب يقرا فيها، فيها كميه معلومات كبيره جدا، والشخص اللي بيقرا في الجزء الخاص بالكوانتم كيمستري او الكوانتم فيزكس وهكذا، الجزئيه دي فيها افكار عاليه جدا جدا جدا، بس احنا بنقول المختصر المفيد منها ان الايكويشن اللي حلها شرودنجر نتج عنها فور نمبرز، سماهم فور كوانتم نمبر، واحد منهم كان قاله بور، والباقي اضافهم باقي الثلاثه اضافهم شرودنجر، دول هيستخدمهم عشان يحدد احتماليه مكان الالكترون فين. تمام؟ وقال ان الالكترون شباب عادي جدا مسموح ان هو ما يكون متواجد في المنطقه اللي بين الانرجي ليفل اللي بور قال عليها من شويه فوربيدن ريجون، مناطق محرمه او مناطق ممنوع الالكترون يتواجد فيها. يبقى لما شرودنجر حل الايكويشن بتاعته اتس بوسيبل تو ديتيرمين ذا الاود انرجي ليفل، يحدد ويعرف الانرجي ليفل المعروفين. وكمان يعرف الـ region of space around the nucleus، المناطق الفاضية حوالين النيوكليوس اللي الإلكترون هيتواجد فيها، والمناطق اللي الإلكترون احتمالية وجوده فيها كبيرة جدا. إيه ده يا مستر محمد؟ هو إلكترون موجود في مكان واحتمالية وجوده ممكن تزيد في مكان تاني؟ أه طبعا. أوريك مثال بسيط هنا يا شباب. النقط الصغيرة دي أو النقط الصغيرة كتيرة دي عبارة عن حاجة اسمها إلكترونيك كلاود. عبارة عن إيه؟ عبارة عن المنطقة اللي الإلكترون بيتفسح فيها عادي. أنا دلوقتي ما بقتش ماشي بكلام بور، أنا دلوقتي بقيت ماشي بكلام شرودنجر. إن أنا دلوقتي يا مستر محمد بمنتهى السهولة، الأول كان عندي نيوكليوس وحواليها إنرجي ليفل، المنطقة اللي كان بور بيقول إنها إن هي فوربيدن أريا، لا عادي ممكن يتواجد فيها الإلكترون دلوقتي عادي جدا، مفيش أي مشاكل. بس احتمالية وجود الإلكترون بتزيد أكتر في مناطق اسمها أوربيتالز، هي المناطق الغامقه اللي في النص. يبقى المنطقه اللي غامقه في النص قوي دي يا شباب اسمها اوربيتالز، والنقط الكتير اللي بره دي اسمها الكترونيك كلاودز. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده ده اخر جزئيه قالها لنا صاحبنا شرودنجر، ان انا عندي في الكترون كلاود ودي ريجن اوف سبيس، منطقه فاضيه اراوند ذا نيوكليوس ان ويتش ذا الكترون بروبابلي اكزيست ان اول دايركشن، احتماليه وجوده موجوده في كل الاتجاهات عادي. اند ديستنس حلو، لكن الاوربيتال ريجون ويذن ذا الكترون كلاود، منطقه جوه الالكترون كلاود اهي، which has high probability of finding the electron، احتماليه وجود الالكترون فيها بتكون عاليه جدا جدا يا شباب. تمام؟ وكده يا شباب نكون خلصنا الجزء الثاني الخاص بالاتوميك ايميشن سبيكترا، وخلصنا الدرس الثاني كله يا شباب. نتقابل ان شاء الله في الدرس الثالث، او نتقابل في الجزء الثالث الخاص بالفور كوانتم نمبرز. تمام يا شباب؟ الى اللقاء، باي باي يا شباب.